سيدة وسادتي أحبائي في كل مكان، مرحبا بكم معنا في هذه الأجواء الكبيرة، في هذا الحضور الجماهيري. يا إلهي على الأجواء، يا إلهي على هذا الحضور، يا إلهي على هذا الكم من النجوم، على مباراة 90 دقيقة نترقبها جميعا من أجل مشاهدة ممتعة ومن أجل كتابة تاريخ لكلا الفريقين. الفريق الفائز هذا اليوم سيعيش ليلة تاريخية وجماهيرة لن تنام وستحتفل طويلا. سيداتي أنساتي سادتي أحبائي في كل مكان، مرحبا بكم معنا في مباراة اليوم. يبدو أن كل شيء مثالي لكرة قدم ممتعة هذا المساء. الحضور في المدرجات رائع جدا، بقي ما هو على اللاعبين، كل شيء جاهز لتلعبوا كرة قدم. أعطونا ما لديكم، نريد كرة قدم ممتعة في هذا المساء. اللاعب أمام اللاعبين، اليوم هو الموعد المنتظر، الحقيقة الوحيدة ستكون على الميدان بلغة الأقدام، وبالتأكيد متعة كبيرة تنتظرنا في مباراة الليلة. يبدأ اللقاء الذي كان حديث الناس قبل إقامته بأيام في كل مكان. سننتظر وإياكم ما يمكن أن يحدث في مباراة مليئة بالإثارة ننتظرها هذا اليوم. وصلت إليه تمريرة، يحصل على الكرة بشكل جميل، فرصة هجوم معاكس. يلعب كرة بينية ويمر، كرة جميلة. بالتأكيد في مثل هذا الموقف مستحيل أن يضيع فرصة. كل مهارة وروعة يراوغ الخصم، يعدي بشكل جميل قبل أن ينهيها بأجمل طريقة. تسديدة في منتهى الروعة، في منتهى القوة، بداني أنه مستحيل التصدي لها. تلك هي فائدة التدريبات على دقة التسديد، لعبة من طراز عالي، لمسة في منتهى الروعة. يا سلام على هذه الأجواء الغير عادية هنا من ملعب اللقاء. جماهير يمكن القول أنها تصنع الحدث من خلال تواجدها الرائع والكثيف في المدرجات. شيء لا يمكن وصفه بصراحة. تحكم مذهل بالكرة، في كرة خطيرة إلى الأمام. الله، كرة جميلة يستلمها اللاعب، هجمة مرتدة الآن. تمريرة لم تكن دقيقة بدون خطورة تذكر. نقل كرة جيد لكن يحتاجون إلى سرعة أكبر، والتمرير الكرة إلى الأمام. يمر، يرسلها من الخلف، تمريرة. الآن إمكانية المرتدة، وصلت إليه، يبحث عن المهاجم، يتسبب في احتساب المخالفة. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. الله، ما أروعك، تمريرة في منتهى الروعة. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة.
يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. اوه الله على التمريرة البينية، إمكانية مرتدة الآن، تمريرة بينية تمر. وأجمل بينية، مهارة عالية لكنها لا تمر أمام هذا اللاعب. وبعد ذلك تتحول إلى كورنر. لعبة عرضية إلى داخل ال 18. أوه ضاعت، ولا تسألني كيف ضاعت، كل شيء يظل وارد. عودتنا الكرة أنها مجنونة، لا تعرف مستحيل، لا تخضع للقوانين ولا للمعايير. يحاول، هل ينجح في إدخال كرة داخل منطقة الجزاء؟ يا عيني على التمريرة، شوف الكرة وروعتها، ينجح في إبعادها عن مناطق الخطورة. يبحث عن زميله. يلعب كرة بينية. يا إلهي، حارس كألف، أي تصدي، أي تحدي، أي مباراة هذه. كرة لم تبعد بالشكل المطلوب، لا زالت خطيرة. تمريرة سيئة لا تصل إلى اللاعب. حصلوا على رمية جانبية. والكرة إلى الأمام، الآن فرصتهم للمرتدة. يتعرض حامل الكرة دائما لضغط كبير من الخصم. لعبة جميلة من كرة عرضية. انطلاقة خطيرة. يمررها له بشكل جيد. يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. تدخل جميل، لا يوجد مجال للأخطاء في هذا الأداء الدفاعي الكبير. عمل فردي كبير أمام مجموعة من المدافعين. عدت الكرة. اللاعب يحاول مرور. تمريرة بينية جميلة. نقل كرة جيد، لكن يحتاجون إلى سرعة أكبر والتمرير الكرة إلى الأمام. يا له من تفاهم جميل. يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. يبحث عن زميله، لديه فرصة ليلعب كرة عرضية. الله، كرة في منتهى الروعة، بأجمل صورة أمامنا في هذا اللقاء. تلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. فرصة هجوم معاكس. تحكم مذهل بالكرة. تحكم مذهل بالكرة. كرة ملعوبة طويلة فوق الكل. وهذه رمية جانبية.
رمية جانبية. يا عيني على التمريرة، شوف الكرة وروعتها. إمكانية تسديد. تصدي جميل، تصرف بارع في الوقوف في طريق الكرة. كل شيء كان رائع مثالي في هذه الكرة باستثناء اللمسة النهائية، ربما لو سجل لأصابهم بالحسرة اليوم. تمريرة، تمريرة كارثية يا جماعة. لمسة. يحاول تمريرها من بين المدافعين. يلعب كرة. جول. الله على الكرة، هدف جميل جدا. يا له من نجم، يا لها من إمكانيات. وأخيرا ينجح في الوصول إلى الهدف. جو كرة يا جماعة، لو كنت مكان اللاعبين سأسجل هاتريك في مباراة اليوم. كل شيء جاهز لمتابعة ممتعة. يا إلهي على هذه الأجواء الجميلة. منتظر كرة قدم ممتعة، ننتظر أداء اللاعبين، أقدام اللاعبين، الأهداف، المتعة، المستوى العالي في مباراة اليوم. بينية جميلة. لمسة. تحرك سريع إلى الأمام. يحاول اختراق الدفاع بمهارة العالية بإمكانيات الهائلة. تمريرة. كرة تصل اللاعب، ينطلق إلى الأمام بسرعة. إمكانية مرتدة الآن. تمريرة. كرة خطيرة إلى الأمام. في كرة خطيرة إلى الأمام. يمر. فرصة خطيرة. يمررها لها بشكل جيد. عدت الكرة. يعرضها داخل منطقة الجزاء. ينطلق إلى الأمام بسرعة. الله على التمريرة البينية. رمية جانبية إذن. انطلاقة قوية لكن قابلها دفاع أقوى. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. وصلت إليه. يمر، وفرصة خطيرة. لم يكن محظوظ، الفرصة الخطيرة جدا. وصلت إليه. تقدم إلى الأمام. كرة تصل اللاعب. تحكم مذهل بالكرة. دفاع يقدم أداء كبير جدا. عدت الكرة. يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة.
نجحوا في الاختراق، هل يمكنهم أن يسجلوا الآن؟ عمل فردي كبير أمام مجموعة من المدافعين، يقطع الكرة، كرة تصل اللاعب، يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة بضغط قوي، تمكن من افتكاك الكرة، يلعب كرة في المنطقة الأمامية، ربما لو مرت لكانت خطيرة، دفاع رائع اليوم، نقل كرة جيد لكن يحتاجون إلى سرعة أكبر وتمرير الكرة إلى الأمام، يلعب كرة بينية، يبحث عن المهاجم، عدت الكرة، يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة، الآن فرصتهم للمرتدة، يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة، الله كرة جميلة يستلمها اللاعب، الآن إمكانية المرتدة، لمسة، تكتل دفاعي كبير، صعب 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 المرور، تحرك سريع إلى الأمام، قراءة ممتازة من الدفاع، لمسة، يلعب تمريرة عرضية، كرة خطيرة إلى الأمام، يمررها لها بشكل جيد، دفاع ينجح في إبعاد الكرة عن منطقة الخطر، يسيطر على الكرة، تمريرة، الحكم يشير إلى وجود خطأ، ضربة حرة، إعاقة واضحة بصراحة، القرار عند الحكم، ينطلق إلى الأمام بسرعة، الآن فرصتهم للمرتدة ويمر، جول، الله يا ولد، ضربهم كواهم، أحرق مرماهم، الآن وسائل الإعلام تركز عليه أكثر بعد أن فرض نفسه كأحد نجوم الأسبوع، وهذا أمر طبيعي، كان يعرف بالتحديد ما يريد قبل الكبير الذي بدأ، هذا سهل فرصة كثيرا، فقد توقع الكرة قبل أي مدافع، وهذه إمكانيات نجم بالتأكيد، يسجل هدفا عالميا جميلا مدهشا بالفعل، لا يوجد فريق يملك أفضلية هنا، لا يمكننا التنبؤ بمن سيفوز، وربما مباراة تخبئ أسرارها حتى آخر لحظة من ثوانيها، كرة خطيرة إلى الأمام، هجمة مرتدة الآن، في كرة خطيرة إلى الأمام،
يتعرض حامل كرة دائما لضغط كبير من الخصم. تمريرة بينية وعرضية من جديد، وبعد ذلك تتحول إلى كورنر. يلعب كرة داخل الصندوق، تسديدة رائعة والكرة في الهواء، مهارة غير عادية. يلعبها داخل ال 18، الآن إمكانية المرتدة. في كرة خطيرة إلى الأمام، لمسة يحاول أن يلعب كرة بينية، يحاول مجددا، سهلة جدا عند حارس المرمى. وانتهى الشوط الأول، مباراة في غاية الإثارة والتشويق، هذا ما يحب أن يشاهده الجمهور بالتأكيد. هذه اللقاءات يحب أن نعلق عليها، هذه اللقاءات نريد حضورها ولا نريدها أن تنتهي. ركلة البداية لباقي هذه المباراة. تمريرة بينية جميلة، لمسة، تمريرة، ضربة مذهلة. أوه يا إلهي، يهدر فرصة كانت سهلة في المتناول، تقريبا ضيع هدف محقق. والكرة إلى الأمام، تعود مرة ثانية، الله على الروعة هنا في هذا الملعب. أجواء مشتعلة وكل شيء جاهز من أجل خلق الأجواء المثالية لمباراة كبيرة. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته. نعم، تدخل، وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. يرفعها داخل ال 18، تمريرة، ثم كرة عرضية. يا سلام، لعبة جميلة لكنه لم يكن محظوظ، ضربة ضائعة. يا لروعته، يستميت في الدفاع. أوه الله على التمريرة البينية. فرصة للتسديد، والكرة في الشباك. جول يا إلهي، يكون هناك أدنى شك في استغلال الكرة وتسجيلها، هدف في غاية الروعة. عندما نقول هداف بالفطرة، روعة أقدامه وجمال كراته، هدف جميل جدا. هذا هو حوار الأبطال، حوار الكبار،
من سينتصر في هذه الليلة الكبيرة ومن سيكون عنده خيبة أمل في يوم كبير مهم بالتأكيد. يمررها لها بشكل جيد. يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. يلعب كورة، الله، كورة في منتهى الروعة، بأجمل صورة أمامنا في هذا اللقاء. يلعب كورة داخل الصندوق، ولكنه كان متسللا. إمكانية مرتدة الآن، يا له من تفاهم جميل. تمريرة، يا له من تفاهم جميل. يتواصل اللاعب برمية التماس، يواصلون الهجوم إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى رمية التماس. لعبة جميلة من كرة عرضية، يمررها له بشكل جيد. يسيطر على الكرة، والآن مع فرصة. تمريرة لم تكن دقيقة، بدون خطورة تذكر، وأجمل بينية، ينجح في قطع الكرة ومنع الخطورة. يمر، تمريرة بينية جميلة، تمر الكرة البينية، نجحوا في الاختراق. هل يمكنهم أن يسجلوا الآن؟ يمر، وفرصة خطيرة، تدخل، وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة، تدخل، وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. الله، كرة جميلة استلمها اللاعب، يحاولون السيطرة على زمام الأمور وسط هذا الضغط الرهيب، الضغط الغير عادي. تحرك سريع إلى الأمام، يمر، ولا يزال عنده فرصة خطيرة. تحكم مذهل بالكرة، عدت الكرة، رمية جانبية. يواصلون الهجوم، كرة تصل اللاعب، تمريرة، يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. تمريرة بينية جميلة، تحكم مذهل بالكرة، ويمر،
وصلت إليه، ينطلق إلى الأمام بسرعة، يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة. كرة خطيرة إلى الأمام، الكرة المعتادة، الدفاع المتميز جدا. اللعبة بعيدة وفي الأخير إلى رمية جانبية. تمر الكرة البينية، فرصة هجوم معاكس، اللاعب يحاول مرور، بينية جميلة، انقاذ غير عادي، حارس غير عادي هذا اليوم، جدار عازل أمام المرمى. الحكم يطلق صافرته لكن الاحتساب خطأ. يمد قدمه ويقطع الكرة. تمريرة. يحاول تمريرها من بين المدافعين. يمر. تعامل غير عادي مع الكرة، لكن في الأخير فشل في تسجيلها. ويلعب كرة عرضية، كرة تبعد لتكون بعد ذلك ركلة مرمى. يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. يلعب كرة إلى الوراء، تصدي رائع ولا في الأحلام من حارس كبير، تحكم رائع ولكن في الأخير بدون أن يسجلوا. تسديدة قوية بالتأكيد. يا إلهي، جول! الله، كرة في منتهى الروعة، بأجمل صورة أمامنا في هذا اللقاء. يا لها من إثارة، ما هذا التغيير الكبير في الأحداث؟ لم يتوقع أحد سيناريو بهذا المنوال، تنقلب الأمور كليا. واضح أنهم تدربوا عليها جيدا، لعبوها بطريقة مذهلة. أوه، يا لها من متعة، هذه هي الكرة المجنونة، كرة ليس لها أمان، ليلة غير عادية. رائعة هذه الأجواء هنا في المدرجات، الجماهير تضيف لمسة رائعة على هذا الملعب. أوه، شيء جنوني وغير عادي. كرة تصل اللاعب. يا سلام، مجهود رائع منه، يا له من تحرك جميل. يبحث عن زميله، يمررها له بشكل جيد. يواصلون الهجوم، الآن فرصتهم للمرتدة. يواصلون الهجوم، كرة خطيرة إلى الأمام، كرة تصل اللاعب، عنده فرصة لتسديد كرة، يبحث عن المهاجم، فهم الخدعة ببراعة وقطع الكرة. نقل كرة جيد لكن يحتاجون إلى سرعة أكبر، وتمرير الكرة إلى الأمام. كرة بالعرض،
ينجح في بعدها عن مناطق الخطورة. دفاع يغلق كل المناطق، لا يسمح للخصم بالمرور في مباراة اليوم. تمريرة، نقل كرة جيد لكن يحتاجون إلى سرعة أكبر، والتمرير الكرة إلى الأمام. يا له من تفاهم جميل، تسديدة رائعة، دفاع رائع جدا، نرفع القبعة لهذا الأداء الدفاعي العالي. هجمة مرتدة الآن، في كرة خطيرة إلى الأمام، كرة خطيرة إلى الأمام. فرصة خطيرة جدا لا تضيع، أضع مشروع هدف محقق، أخرجوه من الملعب يا جماعة. ينطلق إلى الأمام بسرعة، تركيز وشجاعة كبيرة في بعد الكرة، كرة تصل اللاعب، دفاع يقدم أداء كبير جدا، تحكم مذهل بالكرة، يا له من تفاهم جميل. اللعب السريع شيء ضروري في هذا التوقيت بالذات، دفاع المنافس بكل تأكيد لن يسمح بمرور أحد. أعتقد أنها بالفعل مخالفة، يتفق معي ربما حكم المباراة، يطلق صافرته، نعم بطاقة صفراء، كان يعرف أنه يستحقها بصراحة بعد هذا التدخل العنيف. تدخل وحكم اللقاء يشير إلى وجود ركلة حرة. تمريرة، هجمة مرتدة الآن، وستكون هنا رمية تماس. يلعب كرة بينية، يمر، يرفعها داخل الثمنتاش. اليوم الأداء الدفاعي غير عادي، مباراة كبيرة تحسب للمدافعين. تدخل جميل، لا يوجد مجال للأخطاء في هذا الأداء الدفاعي الكبير. وصلت إليه، لديه الفرصة العرضية إلى داخل منطقة الجزاء، يمررها له بشكل جيد. يمكنهم الانطلاق في هجمة مرتدة، يمر، وفرصة خطيرة، لعب جول. الله يا ولد، ضربهم كواهم، أحرق مرماهم. لحظة التسديد كانت تتطلب اتخاذ قرار، وهذا ما فعله. يلعبون مباراة غير عادية في هذا اليوم، ما هذا الأداء، ما هذه الكرة، ما هذه المتعة، يا عيني على هذه الكرة الجميلة اللي نستمتع فيها، لا يمكن إيقافهم. بالنسبة للاعبين، مباراة الأحلام، هل يستطيعون تحقيق آمال المشجعين؟ هل ينجحون في تجاوز مباراة كبيرة وفي تحقيق المطلوب منهم في مباراة تحدي؟ تحكم مذهل بالكرة، هل ينجح في المرور؟ غير قادر على الاحتفاظ بالكرة، كرة خطيرة إلى الأمام،
نقل كرة جيد لكن يحتاجون إلى سرعة أكبر والتمرير الكرة إلى الأمام. وصلت إليه كرة عرضية. يا إلهي، يجب على الفريق الإيمان بحظوظه، يجب عليه تحقيق نتيجة إيجابية. فرصة هجوم معاكس. في كرة خطيرة إلى الأمام. تناقل جيد الكرة. يحاول اختراق الدفاع بمهارة العالية بإمكانيات الهائلة. يلعب كرة بينية. عمل فردي كبير أمام مجموعة من المدافعين. الحكم كان قريب ويخرج البطاقة الصفراء. إعاقة واضحة بصراحة، القرار عند الحكم. تلعب كرة عرضية داخل منطقة الجزاء. بوم! إعاقة واضحة بصراحة، القرار عند الحكم. والتسديد. إمكانية مرتدة الآن. رائعة هذه الأجواء هنا في المدرجات، الجماهير تضيف لمسة رائعة على هذا الملعب. شيء جنوني وغير عادي. يبحث عن حلول. بوم! يلعب كرة. جول! بالفعل هدف جميل هذا اليوم، هدف ولا أروع. أظهر براعة كبيرة في التحرك إلى الكرة الملعوبة وبعد ذلك تعامل مثالي. واحد من أفضل اللاعبين هذا الأسبوع واستطاع بأدائه أن يفرض نفسه نجماً على الساحة. بوم! صاروخية رائعة، هدف عالمي. بالنسبة للاعبين مباراة الأحلام، هل يستطيعون تحقيق آمال المشجعين؟ هل ينجحون في تجاوز مباراة كبيرة وفي تحقيق المطلوب منهم في مباراة تحدي؟ وصلت إليه كرة خطيرة إلى الأمام. تمريرة بينية جميلة. تحرك بقوة هائلة. يبحث عن المهاجم. إعاقة واضحة بصراحة، القرار عند الحكم. كرة كانت رائعة، تعامل جميل مع الكرة ولكن في الأخير يفشل في الوصول إلى الهدف. يا إلهي، مثل هذه الكرات اللي يمكن أن تقول عنها بوم. تحكم رائع ولكن في الأخير بدون أن يسجلوا. يستحوذ على الكرة بطريقة جميلة. إنها صافرة النهاية، إذن تنتهي المباراة. معاناة كبيرة جدا، دفاع مهزوز، خط وسط لم يكن في أفضل حالاته، مهاجمون أيضا لم يقوموا بالمساعدة.